لك هذا نحن فتحنا الغطاء كامل، هذا القطع اللي فيه، في هذولي اثنين الشانلز الكبار يركبون على جنب الحوض المفروض، هذا الغطاء، وفي البراكتات هذه، في اربع من الصغار وثنتين من هذيل الكبار بنشوفهم يركبون. هم ذوليك بعد الفوق مختلفين شوي زين، وفي هناك الاهواز هذه المفروض انها حق درين يعني، والانستراكشنز. اوكي، اول خطوة نركب البراكتات هذه، صح؟ عندنا ثلاث براكتات في كل جهة، اثنين الشكل هذا بالطريقة هذه زين، وبعدين يجي عليها ريل من فوق، الريل الكبير اللي هناك. اوكي، فيصير في ثلاثة، هذا نفس اللي شفتوه وهذا شكله مختلف، هذا يدخل من فوق من هنا، بعدين ينمسك ببلط هذا ونخليه لوس، بعدين نحط الشانل عليه. هذا اللي فهمناه إلى الآن، نرجع لكم بعد من ركبه. طبعا ما قلنا لكم ان هذه الشركة اسمها فليكس بيت كفر. احنا هذا طريقة التركيب، احنا حطينا الشانل، يلا ركب البراكت الشكل هذا. فتحة بس، وبعدين ينشد ويمسك. الحين هذا جهة واحدة سوينا هذا، في هناك واحد وهنا واحد، الحين بنشدهم ونرجع لكم. تم التركيب. الحين قاعد نفتح فتحة الدرين. طيب، وبالنسبة للبلاج اكتشفنا ان اسهل طريقة بدل ما تحكم فوق انك تمسكه من الخلف. من الخلف هناك ما يبين، بس ان تحط يدك من هنا وتمسكه يطلع معك على طول. والان شغالين على الجهة الثانية، نسوي نفس الطريقة، الثلاث براكتات راح نركبها مع الريل. واحدة تركب مثل ما قلنا في الفتحة هذه اللي شكلها كبيرة، وثنتين متشابهات يكونون هناك. مرحبا، الحين خلاص ركبنا الشانلز، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، بعدين شلنا قطع الغطاء نفسه، بس حطينا حطاط والقفل هنا. الحين هذا نقدر نتحكم فيه نقدمه قدام، ففي حاجة نسويها، لازم نفتح هذه القطعة الصغيرة. خلينا نشوف القطعة هذه، ايوه تركب بالشكل هذا، لأن هذه تقفل القطعة الأخيرة. شوف، مو لازم تسكرها كامل، بس كذا بس، لا رجعها ورا اكثر عشان ايوه، بس خلها لوس مو مشكله. بعدين كذا يتسكر، بعدين ننزل من تحت الغطاء، وهذه تقفل مع الريل من هنا. خلاص على الجهتين، وبهالطريقه هذه نكون خلصنا. نراجع طبعا، في سيل لازم ينحط هنا زين عشان يمسك مع هذا، بهالطريقه يكون خلص تركيب الغطاء. اوكي، نقطة مهمة، الحين لما نجي نوازن هذا على النهاية، في القطعة الأخيرة هذه في لها سيل يركب، شغالين على السيل، لازم ينحط هنا يتلزق. بس عشان توزن هذه في شغلتين لازم تشوفهم. شوف الطرف هذا لازم يجي مع حد البدي زين. وكيف تعرفها هذه؟ لما تنزل الغطاء، غطاء الحوض هو موزون، في له لوك معين بيقفل، فالقفل هذا اللي يقفل هنا، مجرد انه يقفل تعرف انه المفروض وزنيتك اللي قدام مضبوطة. بهالطريقة هذه تجيب المقاس المضبوط. تم التركيب.